الحدود التونسية، تجي تصريحات تقول لا هذه فزاعة فيها تضخيم كثير، تصريحات أخرى يقول لك لا داعش الآن في سرت فقط وكذا. ما حقيقة هذا المعطى الآن على الأرض الليبية محمود المسراتي؟ هو للتعليق هذه حقيقة أنا ربما عندي عتب بسيط على أخوتي في تونس الإعلاميين والسياسيين، وممكن قالها واحد من الزملاء، هناك عدم فهم حقيقي لأزمة داعش وتغلغل الإرهاب في ليبيا. والحديث عن أنه داعش على مسافة 70 كيلومتر على الحدود التونسية ربما يكون جديد، هذا الحديث جديد لدى الحكومة التونسية، ولكن نحن كإعلاميين وكصحفيين متابعين ليس جديد. عودوا إلى لقاءاتنا سابقة، أنا أحد اللقاءات أجريتها في قناة ميزايك أعتقد من عام ونصف مضى، وتحدثت عن هذا الأمر وقلت بأن هناك كتيبة تسمى كتيبة الغرباء تبعد حوالي 60 كيلومتر فقط عن الحدود الليبية التونسية، وهذه الكتيبة هي من أخطر الكتائب لأن كل المنضمين إليها هم باقي بواقي بوكو حرام، انضموا إليها يعني من جنسيات. نعم نعم، سأعطيك خارطة داعش في ليبيا. تفضلي. داعش في ليبيا تشكلت مع أواخر العام 2012، بدأت بتنظيمات كانت تتبع للقاعدة، يعني ما يسمى بالإرهاب الوسطي أو الإرهاب المعتدل، أو يعني هالتنظيمات هذية بيعت داعش وبيعت البغدادي، وانطلقت في قصة في مدينة درنة في 2012، في أواخر 2012 حضرنا من هذا التنظيم في 2012. مع بداية 2013 طبعا يجب أن نذكر نقطة مهمة جدا، المحسوبين على الثورة وعلى الثوار في ليبيا والقيادات السياسية والقيادات العسكرية اللي كانت في ليبيا ساهمت بشكل كبير جدا في تصدير كل وخاصة من تونس، الشباب اللي من تونس، ونقصد لك أنا نحكي لك على أكثر من 7000 تونسي تم مرورهم عبر ليبيا، منهم من تدرب وغادر مباشرة إلى سوريا وإلى وفي منهم حتى أجزاء لدى العراق، اللي تبقى في ليبيا إلى غاية اليوم حوالي 2200 تونسي، وهذا رقم مؤكد. هناك أعضاء من الاستخبارات الليبية شباب أبعدوا على أساس أنهم من الأزلام، مع أنهم هم اللي يفهم خارطة ليبيا الأمنية ولكن الوطنية فيهم خلتهم يشتغلوا داخل بيوتهم وداخل منازلهم ومتخفين على ما يعرف بالتوار لأن ينكلوا بهم. هؤلاء الآن ثبت بأن 2200 تونسي موجودين ابتداء من صبراتة إلى غاية درنة. ضف على ذلك أيضا كل 70% من الموجودين الآن في ليبيا من تونس هم من مناطق الجنوب، 70% من مناطق الجنوب، من خلال 70% هدومة حوالي لو تاخذ نسبة 70% المنطقة الجنوب. يعني أستاذ محمود المصرات، يعني الرقم الآن بالنسبة لك حسب تقديرات أمنية ليبية صحيحة شباب نثق فيهم جدا، هم من جهاز الأمن الخارجي سابقا أعطونا الآن بالدقة 2200 تونسي. شاب تونسي نعم. يقاتلون مع داعش في ليبيا. نعم، ضف على ذلك يعني تركيز في أي معسكرات تحديدا تركيز انطلاقا من صبراتة، طرابلس صبراتة و طرابلس كيف ما فيش معسكرات طرابلس؟ هذه المفاجأة، خلايا نايمة، هذه المفاجأة. هناك معسكرات الآن في مناطق تخوم طرابلس، يعني تبعد عن مركز المدينة حوالي 15 إلى 20 يعني كيلومتر، يعني فيه تمظهر على الأرض هكا بشكل عالمي. نعم، تابع الإعلام الليبي الآن، أصبحت حكومة الإنقاذ تعترف الآن ما يسمى قوة الردع داخل طرابلس يوميا تدير في عمليات ضد داعش. أمس قتلين واحد قتلوا أي طبعا قالوا لي هذا من سنة أنه المفتي الصادق الغرياني ندد بمقتل الأمر كتيبة التوحيد المفتي المعزول السابق. أي. هو من ساهم طبعا في نشأة هذه الحركة. بس خلينا نشرح لك اشرح لي على الأرض تركيبة التوانسة اللي موجودين، هم 70% منهم حوالي 80 أو 90% لم تكن لديهم حظوظ وافرة في التعليم، وأيضا ربما أوضاع اقتصادية سيئة ربما في الجنوب دفعت بهؤلاء الشباب. وأنا نحكي لك هنا من 19 إلى 35 هذا معدل الأعمار التونسي، معدل الأعمار التوانسة اللي تم رصده في خاصة في بنغازي وفي درنة، أن هناك صراع بين الشباب اللي من تونس اللي في تنظيم داعش، من يذهب أولا إلى حور العين، من يعني هناك العمليات اللي يسموها العمليات الانغماسية، مثلا نسجل فلان فلاني يجي الثاني يقول لا أرسوك اتركني أنا قبلك لبين نغادر أنا اللي خليني أنا اللي ننفذ العملية الانغماسية قبل ما ينفذها فلان، فصار صراع. أيضا للأسف طبعا بكل مرارة كل قيادات داعش الآن الوسطى وحتى العليا هي من تونس،
كل قيادات داعش داخل ليبيا الآن هي من تونس، وهي نحكي لك القيادات العليا العسكرية. المركز الآن لداعش أين؟ الآن المركز لداعش في منطقة اسمها عملياتها الرئيسية بين سرت والنوفليين، بين سرت والنوفليين، ليس داخل سرت، بين سرت سرت تم السيطرة عليها بالكامل. يعني الآن سرت مدينة داعشية، تم داعشية التي تنظم. أمس أعتقد أول أمس منعوا عليهم الساتلايت، ممنوع الساتلايت فوق البيوت. أو إحنا نشرنا تقرير على فكرة فيها أمير يعني كذا. نعم نعم، أمير الأمير ولاية طرابلس، هي سرت الآن تعتبر ولاية طرابلس. ولاية طرابلس. نعم أنا سأقول لك شيء، لست منجما برهان، ولكن نحن الصحفيين ربما لدينا الصحافة الاستقصائية والحدس الآخر. داعش ستعلن عن نفسها خلال الأسبوع القادم انطلاقة من مدينة جدابية، وهي تبعد 600 كيلومتر عن طرابلس، من جدابية إلى رأس جدير. داعش ستعلن عن نفسها على الخط الساحلي، هذا ما تريده داعش. كيف؟ يعني هو مجرد إعلان استعراضي أم حقيقي على الأرض؟ كيف تقول لي إلى حدود ما هي أقرب نقطة لرأس جدير فيها تواجد داعشي واضح المعالم؟ 60 كيلومتر كتيبة الغرباء في صبراتة، 60 كيلومتر تبعد عن رأس جدير. كي تقول لي في صبراتة، يعني من يدخل صبراتة الآن يلاحظهم موجودين وإلا خلايا سرية؟ هذه صبراتة المدينة موجودين، معروفين فيها الشخصيات من هم. وهذا حتى رئيس الجمهورية قالوا في تونس. لا وقال متأخر ربما السيد. رئيس التونسي باجي قايد السيسي. خلينا نفهمها بدقة، خلينا من التصريحات نفهمها بدقة. وضح لي في صبراتة الآن كيف التواجد، في معسكرات تدريب؟ لا الناس ممكن تشوفهم بشكل عادي في الشوارع، ولكن مش ماهوش معلن، مش زي سرت، ولكن المزارع اللي في تخوم مدينة صبراتة، المزارع اللي في تخومها، ونتحدث هنا عن إطار 5 كيلومتر، المزارع اللي في تخومها هناك معسكرات التدريب، معسكرات حتى الآن اللي ليست سرية، معناها الناس تعرفها. لا معروفين، وحتى القادة معروفين، حتى القادة معروفين، يعني يسيروا أرتال بالسيارات. سيد برهان، 4-5 أيام فاتوا أنا نشرتها في صحيفتنا أخبار الحدث، زوز توانسة مسكتهم بوابة في زوارة، زوارة اللي تبعد 20 كيلومتر على رأس جدير، مسكوهم بأحزمة ناسفة ومعدات تفجير عن بعد، عبوات لاصقة. مسكوا جماعة صبراتة، يمسكوا شباب من زوارة، منطقة مزيغية طبعا، زوارة مدينة مزيغية، يمسكوا شباب من زوارة يقولوا لهم مش حنطلقوا الشباب هذوما، لأن تطلقوا التوانسة واللي معاهم الليبي بالمعدات نتاعهم، تصدق سلموهم بالحزام الناسف وبالعبوات اللاصقة. وهذا نشرناه. أيوة وتم اطلاق سراحهم، يعني ورجعهم. نعم لصبراتة. نعم اطلق سراحهم. يعني داعش في صبراتة هي اللي بدلتهم يعني. نعم داعش زوارة. بدلتهم معه، لأنهم كانوا مسكتهم البوابة من شباب زوارة، مسكتهم في زوارة باتجاههم، كانوا لأن عندهم مفارق بعد زوارة تبدأ المناطق المسالك الصحراوية اللي استخدم فيها مهربين وقود ومهربون السلع التموينية، هو نفسهم يهربوا في السلاح، هم نفسهم يهربوا في الإرهابيين. قبضوا على 2، وانا نشرت التقرير كامل بامكان حتى الاخوه في تونس يرجعوا له في صحيفه اخبار الحدث، نشرنا التقرير بالكامل، الواقع نشرناه بالكامل. مسكوا 2 من تونس، معهم احزمه ناسفه وعبوات لاصقه، كانوا في طريقهم في طريقهم الى منطقه ربما جميل والمناطق الصحراويه هذيك بعد زوارة، للمرور الى 5 كيلومتر، للمرور الى اين؟ باتجاه تونس. معنا باتجاه تونس. نعم باتجاه تونس. ايوه فقبض عليهم، مسكوا من بعد، صارت مشكله في منطقه صبراتة، شدوا اكثر من شاب من زوارة، فصار فيها يعني صراع ميليشيات. فتم اطلاق سراحهم.